جملة من الكتل تحكي على لوائح اليوم اللائحة ممكن اللي تثبت في مكتب الضابط مكتب البرلمان، هي لائحة تصنيف الإخوان المسلمين لتنظيم الهبة. تعليقكم على هذه اللائحة؟ لا تعليق، لا تعليق. طيب بعد وقت تحديث فاضي معناتها مشكل، فما ناس تشتغل لدى جهات عندها مشكل في هذا، سواء كان في مصر ولا الامارات سي لور افير، ما عندناش هذا مشكل مش تونسي. ولكن هذه ممكن الاتهامات او قطع النظر، معناتها انت تعرف ونحن نعرف اللي كون الموضوع هذا فما افتعال مشاكل في الشارع ومشاكل هنا، فيه ناس تخلص انها بقدر ما تمشي تخدم اجنده خارجيه تعمل هذا، فالحديث هذا اعطيته لك بدون ما يعني كان عندك حاجه تصلح للوضع اليوم. اليوم فما ناس ماتت في الوسلاتيه، في الطريق الوسلاتيه للعاملات، فما حديث على الجانب الاقتصادي، كان عندكم هذا مرحبا، اما هالمواضيع هذه التافهه اللي معناتها فما ناس تسذجوا وتحاول تنال من البرلمان، من داخل البرلمان، مش نحكي لك في الاعلام، وناس اخرى تاخذها وتحاول معناتها تنفخ فيها، هذا موضوع خاطيني ما يهمنيش. لكن تمويلات بعض الجمعيات المنظمات اليوم مشكوك فيها، كذلك فما مطالبات للكشف عن تمويلات حركة النهضة. ضرر الحديث اللي عنده حاجة حركة النهضة لا توليزي نيميريك ولا غير توليزي نيميريك، اللي معناتها فما دولة أكثر حزب قاعد يخضع للحسابات والمحاسبة وحطان أرقام وموجود، إذا عندك فما موجود قانون نفاذ المعلومة برمشي يشوف ومشي واحد في النهضة ليست في متهم في اتهام إلا عند من عنده حاجة أخرى ورابط معتها بكذا، سواء كان في المال السياسي أو المال الإعلامي الفاسد الجاي معناتها واحد، هذيك مسألة أخرى. لن تصوتوا إذا على هذه اللائحة؟ مش قضية لائحة، قضية معتها حتى التعدى هي اللائحة في الواحد. بالنسبة لنا الذي يريد أن ينال من يعني البرلمان مكتب المجلس يتحدث على نفسه، أنا أتحدث على نفسي كنائب. أما الموضوع فيما خص الناس، شوف رانا واضح جدا فما تشبيك، فما أسطول إعلامي واختراق إعلامي أجنبي لبلادنا، وفيه ناس حتى سياسي وجماعة يتناصبوا مع بعضهم ويبدو معناتها بالنسبة لهم باش يحافظوا على تمويلاتهم على كذا ينفخوا في المسائل هذه أسلجة. فما معناتها اختراق نعم سياسي. نعم 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 أطراف خارجية في أحزاب. احكي الكلام هذا مش نحكي لك فيه، حكيته علنا كما في الإعلام كما في السياسة، وأطراف معناتها لما تجي أنت تبدأ فما تلفزيونات رسمية تبدأ تتكلم على طرف شخص معين وكذا وكأنه مش تجي وكذا، هذا تشوف فيه. وأنا نتمنى أنه فما حيز من تونيزي الأمريكي يهتم بهذا. كذلك ممكن توسيع الحزام السياسي، اليوم حركة النهضة تدعو إلى توسيع الحزام السياسي، حيث رئاسة الحكومة حكيت على أنه من غير الممكن حاليا أنه الموسم الحزام السياسي. شوف حقه رئيس الحكومة يتحدث حقه، نحن بالنسبة لنا نعتبر وجوب فما إصلاحات عميقة، إصلاحات كبيرة تحتاج إلى أكثر ما يمكن من الناس باش يقفوا الحزام ذاك يدعموا الإصلاحات الكبرى، لأنه بلادنا يلزم نحن ننجو الفلوس ونقف ونتوقف على المديونية السهلة اللي هي معناتها سبب من أسباب المشاكل في البلاد. عبير موسي اتهمتكم كذلك بالتآمر على شخص طيب بكري مع شفت أخرى. عبير موسي كذابة جات قالت معناتها ادعت البهتان متاعها في أنه ناس مشيت في الليل للسجون وكذا، فعبير موسى ليست معتها ماهيش ريفيرونس لا هي ولا اللي يحبوا ينقفوا فيها. مشكور سي سيد.